ازيكم؟ النهاردة هنعمل اكلة سهلة وسريعة وحلوة جدا. هنعمل عيش بالزبدة وهنعمل بطاطس بطريقة مختلفة ومش هنقليها. هقطع بطاطس بحجم كبير وهسلقها نص سلقة، وللتتبيلة هحتاج زيت زيتون وهريسة، والتوابل هتبقى ملح كمون وزعتر. هحط زيت زيتون والهريسة والتوابل كلها وهقلبهم كويس. بعد ما البطاطس تتسلق نص سلقة هحطها عليها، وفي أي صينية هدهنها زيت وحط عليها البطاطس وهدخلها الفرن. علشان بعد ما العيش بالزبدة هنحتاج عيش فينو وزبدة والتوابل ملح وريحان وزعتر وتوم مفروم. هقطع العيش بالشكل ده، والزبدة هحط عليها التوابل وهدخلهم الميكرويف شوية يسيحوا. في أي صينية برضه هدهنها الزيت وهحط عليها العيش وهعملهم بالشكل ده، وهطلعهم من الفرن وهيبقوا حلوين جدا وطعمهم بجد حلو. اتمنى تجربوهم، ودي اكلة سهلة وسريعة. باي باي.